جرافيتي ريزن برو الأكثر مبيعاً. خطوات العمل: اتباع التعليمات المكتوبة على العبوة الخارجية، نسب الخلط متساوية بين الريزن والمصلب باستخدام الأكواب المعيارية، تحريك الخليط جيداً لمدة 3 دقائق وبهدوء شديد حتى لا تتكون الفقاعات. يمكنك إضافة الإكسسوارات والجليترات والورود المجففة داخل العمل الفني، كما يمكنك تلوين الخليط بألوان الريزن أو تركه شفافاً. يمتاز ريزن برو بشفافية عالية وسماكة تصل إلى 2 سنتيمتر. مدة العمل 40 دقيقة وتمام التصلب بعد 24 ساعة. ريزن برو الأفضل على الإطلاق.